كمان في نقطة تانية مهمة، يعني متمثلة في اللعيبة نفسهم. اللعيبة أقصد هنا أصحاب الخبرات في النادي الأهلي اللي خاضوا مباريات كبيرة مع الفريق قبل كده، عمرو السولية منهم، شناوي، أيمن أشرف، معلول. اللعيبة دي كبيرة، واللعيبة دي ليها دور مهم جدا مع العناصر الجديدة الشابة في الفريق اللي هتخوض مباراة زي دي لأول مرة يمكن في تاريخها، وبيواجههم يعني في المعسكر، وبيدوهم خبراتهم الكبيرة اللي يكونها على مدار السنين اللي فاتت. الحقيقة برضو من بين عناصر معسكر النادي الأهلي الحالي بيوجد لاعب واحد فقط سبق لي التتويج بالبطولة دي، وهو طبعا يعني نجم رامي ربيعة، نجم الدفاع، واللي فاز باللقب ده مرتين قبل كده في 2012 على حساب الترجي التونسي، والمره مرت 2013 على حساب طبعا القراصنة، فريق اورلاندو بيرنس الجنوب افريقي، وده كان في 2013. ده كان مع طبعا كابتن محمد يوسف، الكابتن الكبير محمد يوسف. اكيد رامي بيحلم بالثالث، واكيد ليه ان شاء الله يا رب دور مع باقي اللعيبه في تحفيزهم